جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بما رحمك وحينا، إشراقة وجهك مستنى، وانتهت علي أشواق للبركة، أشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيدنا، تغمرنا البركة تفيد من هوا بروحك، وبروحك تثمر بحياتنا، وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة بالضعف. تغمر لحياتنا بحرية، نثبت بالحق حررنا من كل خطية، ومن كذب وباطل، من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، اظهر في سلوكنا وغيرنا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بما رحمك وحينا، إشراقة وجهك مستنى، وانتبهت عالم، عايزينك تملك، عايزينك تملك حياتنا، وبقوة روحك عايش فينا، تسكن في القلب وتملانا من غير ولا ركني. املك وعلم، املك في القلب وعلمنا، نديلك في كياننا، نور أزهدنا وفهمنا، وتعامل مع بق إيماننا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بما رحمك وحينا، بكلامك بكسارة تزرع والمجد يكون لاسمك، بقوة روحك حرارة نحصد ونفوس. قول قويني يا رب فقعد، قوينا فنعمل أعمالك، وحياتنا توافق أفكارك، وإيماننا يسير وتنفذها. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بما رحمك وحينا، إشراقة وجهك مستنى، وانتبهت
الأسياد بنحتفل بفدينا الحي بالأموات. لما عينينا تشوفك تملى حياتنا نتملي بالنور الحقيقي، نورك يا رب. لما عينينا تشوف حاجات تاني في العالم ما نقدرش نتملي بنفس الضي. لما عينينا تبص على الظروف تلاقي الواحد كده اتطفى، مش كده؟ لما عينينا تبص على الناس تلاقي الواحد من جواه انحنى وانكسر. لكن لما عينينا تشوفك تملى حياتنا، تملى حياتنا ايه؟ ضي. عشان كده المرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول له الكلمات، بيقول يا رب لما عينينا تشوفك نغني بين الناس ونفرح وسط الناس، حتى لو الناس حوالينا متضايقة وحزينة ومهمومة، انت تقدر تدينا فرح حقيقي من عندك يا رب. بغني بين الناس واقول لي يا إله، مش هنقول لينا لكن هقول لي. كل واحد فينا يتكلم عن نفسه النهاردة ويقول يا رب انا جاي اغني في وسط الناس واقول انا لي يا إله عظيم، مش كده؟ بغني بين الناس انا ليا اله عظيم، بغني بين الناس انا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انا ليا اله، قول معانا مره تاني، بغني بين الناس انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، وانا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم. سامحني رغم اني عوجت المستقيم وما حصد في ذنوبي ماضي القديم. سامحني رغم اني عوجت المستقيم وما حصد
قصد ذنوبي القضية الأثيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله أنقذني أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم وجدت أنا فدية في دمه الكريم أنقذني من الهروب إلى حفرة الجحيم وجدت أنا فدية في دمه الكريم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم بغني بين الناس أنا ليا إله اترائف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفطيم اترائف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفطيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وأنا ليا إله عظيم وأنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا الأسمع من حول من حول وأغاني تسبيح لكن سمع مني الصلاة قول هو سمع من حوله تسبيح الصرافين لكن سمع مني الصلاة والترنيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وأنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم بغني بين الناس أنا ليا إله أيوة إلهي صالح إلهي تعالوا نقف مع بعض اشهد عنه مبارك كل السنين قول معايا أيوة إلهي صالح إلهي أمين اشهد عنه مبارك كل السنين أيوة إلهي حي حبه ماله زي أيوة حبه ماله زي جه علشاني وخد مكاني وكان تدبيره صالح أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل هو قدير أيوة إلهي قدير أيوة أيوة إلهي قدير ضامن المسير ماسك إيدي هو سنيد هو صالح أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارح في كل السنين أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارح في كل السنين عظيم أيوة إله عظيم وفي العطاء كريم أيوة إله عظيم وفي العطاء كريم فايض خيره ومالش خيره دايما هو صالح أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارح في كل السنين أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه هو الأبرع جمال أيوة أبرع جمال صاحب الجلال أيوة أبرع جمال صاحب الجلال وهعلي وبعد إنه صالح أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارح في كل السنين أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارح يلا أسمع منكم أبرع جمال أيوة أبرع جمال
يشهد عنه امبارح ولكل السنين. ايوه الهي صالح الهي امين يشهد عنه امبارح ولكل السنين. خلونا واقفين خلونا واقفين. رب يستاهل كل الحمد والشكر مش كده؟ تعالوا كمان نقول له الكلمات دي من قلوبنا. غني 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 وكمل ترحال وانطالت والأعني هو مكمل مشوارك. غني 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 وكمل ترحال وانطالت والأعني هو مكمل مشوار. لما تزيد الهموم جواك عز الإله اتشدد بهموم خط البكرة معاه. لما تزيد الهموم جواك عز الإله اتشدد بهموم خط البكرة معاه. مش دي النهاية غني انت الحكاية. غني مش دي النهاية غني انت الحكاية. غني غني وفرح أنغامك. غني 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 وكمل ترحال وانطالب والأعني هو مكمل مشوار. اللي شايفه عينيه مش هو كل شيء. النور جاي بينادي ما تخافش معاك صديق. اللي شايفه عينيه مش هو كل شيء. النور جاي بينادي ما تخافش يسوع صديق يفتح طريق. غني ويعدي بيك. غني افتح طريق. غني ويعدي بيك. غني غني وغير ألحانك. غني 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 وكمل ترحال والصلاة ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة. ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الأرض. ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة. مبتسبقهوش الأرض. لأن هيار جاي النهار. لأن هيار غني جاي النهار. غني ارفع نغمة أوتارك. غني آخر عدد قول معاك. مهما اللي جاب سواك مخزون فيك الرجاء. والفجر له معاد مسكون انت
تضيع. اسمع ما تقول مهما الليل كان سواك مخزون فيك الرجاء والفجر له معاد مسكون انت بضياء مشوارك. امين تفضلوا. مرنم هنا بيقول يا رب قادر اغني واكمل مشواري برغم الالم والتعب والظروف ورغم الليل اللي محاوط بينا، لكن قادر يا رب اغني. صعب قوي انه حد يعمل كده غير لما يبقى متاكد واثق ان ربنا قريب منه جدا وجنبه. عشان كده في مزمور 23 يقول ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ عشان أنت قوي؟ قول لا. طب ليه؟ عشان ظروفك كويسة؟ لا، لأنك أنت معي. هو ده اللي مخليه فرحان وقادر يهتف ويفرح بالرب، مش أي حاجة تاني. لو لسه في قلبك غم أو حزن وانت في محضر ربنا راجع نفسك، الكتاب يقول كده الغم في قلب الرجل يحنيه. الهم، الخطية، الحزن، أفعال كتيرة سلبية غلط بعملها تخليني منحني، لكن أبقى مرفوع الرأس وأنا قريب منه، أبقى ماشي جنبه وأنا رافع راسي وفرحان وبهلل لأنه جنبي طول الوقت وماشي معايا طول الطريق. أقوله زي ما كنا بنرنم، بغني بين الناس، حتى لو ده مش حالة كل الناس لكن تبقى حالتي أنا مختلفة يا رب. بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. في مرنم كمان بيقوله كلمات زي كده، بيقوله يا رب همشي معاك رحلة بحالها، ترنيمة أقولها كل مخاوف جوايا زالت لما إيديك بحنان لمستني. بعدين في القرار بيقول له وانا ماشي معاك هغني، همشي معاك الرحله بحالها، هستنى ارادتك لاخرها، هعرف ايه قصدك في حياتي وافهم معنى الامي في خير. تعالوا نقول مع بعض، لو تعرف لو ما تعرفش اسمع وقول معانا من تاني عدد. لما ايديك بحنان لمستني عملتني يا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعيني. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني عملتني يا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعيني. الرحلة بحالها استنى إرادتك لآخرها، هعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى آلامي بخيرها. همشي معاك الرحلة بحالها استنى إرادتك لآخرها، هعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى قلبي. يا رب بحقك أنا مستني وقت وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا بجودك. قرب قلبي يا رب بحقك أنا مستني، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم همشي معاك الرحلة بحالها
هستنى إرادتك لآخرها، هعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى كلامي بخيرها. همشي معاك الرحلة بحالها، هستنى إرادتك لآخرها، هعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى كله. شايف كل البركة، بركة في وجهك، حاسس بيها في كل كلامك، كل مخاوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب بسلام. شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها كل كلامك، لما تواجهك بلقاها سلام. همشي معاك الرحلة بحالها، هستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى كلامي بخيرها. همشي معاك الرحلة بحالها، هستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم. بيقول له كده، كل مخاوفي لما تقابلك بلقاها بتدوب في سلامك. كده بيحكي لنا قصة جميلة عن داود، كلنا اعتقد عارفين القصة دي، لما جوليات الرجل الكبير العملاق العظيم اللي كان لابس أسلحة ودروع شكلها واحد يخوف، بعدين كان طول الوقت بيخوف شعب ربنا طول الوقت، يقول لك صبح وليل لمدة 40 يوم، كل يوم الصبح يصحى يخوفهم بالكلام ويجي بالليل برضو يخوفهم بالكلام. فتخيل ناس كل شوية واحد مرعب مخيف زي كده قوي طول الوقت يبس الرعب في قلوبهم صبح وليل 40 يوم، فحالتهم كانت صعبة مش كده؟ بس جه داود الصغير اللي مش حاطط عينه على جوليات ولا باصص عليه ولا مركز مع كلام، لكن طول الوقت مشغول برب الجنود، وجي وقف وقدر ينتصر لوحده على هذا العملاق. الكتاب بيقول لنا ان الشيطان بيعمل كده بالظبط طول الوقت، يخوفنا وطول الوقت يقول أكاذيب في أذهاننا، كذب طول الوقت يكذب، لأن هو الكذاب وأبو كل، فطول الوقت يكذب في ذهنك بكلام غلط. الصبح يخوفك وبالليل يعمل لك قلق ورعب من اللي جاي ومن بكرة ومن اليوم اللي جاي والفكرة اللي جاية والارتباط وقصص كتير جدا يشغلك بيها طول الوقت، عشان بس يخليك خايف طول الوقت مش قادر تفكر في ربنا. لكن لو أنت قريب من ربنا هتقدر تقوله الكلام اللي كنا بنقوله من شوية، بغني بفرح بهتف بثق فيك. مرنم المزمور كده يقول له ثابت قلبي يا الله، ليه؟ لأنه قريب منك، لأني ملتصق بيك. يقول يا رب أنت صخرتي وملجئي، أنت حصني وقوتي، عشان كده طول الوقت مش حاسس بخوف. مرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول له كده، بيقول له أنا معاك ما بعرفش أخاف، بس أول ما أبعد شوية أخاف على طول، أول ما أبعد عن حدودك أحس بخوف، لأن الشيطان بيستقبلني وبيستناني، يقول ملتمسا من يبتلعه، مش كده؟ بيزقر طول الوقت. مرنم بيقول له كده ما تعلمتش اعيش وانا خايف، طول ما انا معاك ما تعلمتش اعيش الخوف يا رب، ولا عدت جراحاتي واقعد احزن على نفسي، لا ده انا كمان اتعلمت حاجه تاني معاك يا رب، اتعلمت ان اسبح وارنم واهتف طول ما انا قريب منك، ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح. تعال النهارده رنم معانا، وما تخليش عدوك يشوفك ساكت، يشوفك مش قادر ترنم، يشوفك مش قادر تفرح. تعال اقول له الكلمات النهارده. ما اتعلمتش اعيش وانا خايف، ولا عديت جراحاتي، قول معايا، اتعلمتش اواجه عاصف وانا طاوي في جناحاتي، ما اتعلمتش عيش وانا خايف، ولا عدت جراحاتي، ما اتعلمتش اواجه عاصف وانا طاوي في جناحاتي، لا انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح البس، انا مصنع يسوع
يسوع الإنقاذ للكسر. لا ما اتعلمتش اخلي دموعي تخش عن عيني رؤايا، ولا رح اوقف مره طلوعي باني ابص ورايا. اتعلمتش اخلي دموعي تخش عن عيني رؤايا، ولا رح اوقف مره طلوعي باني ابص ورايا. لا انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع غير قابل للكسر. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح، انا مصنوع من صخر يسوع غير قابل للكسر. لا اسمع منك، ما اتعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسليه. لا 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 لا، ما اتعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسليه. لا لا، او بكآبة قلب هغني كأني بدون مسيح. صخر يسوع الغير قابل للكسر، انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح، انا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. لا هنا مش بيقول له يا رب لان انا كويس ولا حتى انا الصخر، لا هو بيقول له انا مصنوع من صخر يسوع، وصخر يسوع ده هو اللي غير قابل للكسر. رب قبل ما يصعد للسماء قال سلاما أترك لكم سلامي، هو ده الصخر اللي بيخلينا طول الوقت متكلين ومحتمين فيه. نقول يا رب سلامك هو اللي بتديه لنا عشان كده نقدر نقابل الظروف الصعبة. تعالوا نقول له الكلمات دي، نقول له ما طبيعي انك تدينا السلام يا رب لانك رئيس السلام. تعالوا نختم كلنا بالكلمات دي، يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، واثقين النهاردة انك تغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك مرة تاني مع بعض. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أغمرنا بسلامك. يا رئيس السلام، السلام، يا إله السلام، بنستناك. تعالى واشفي الحيارة واللي تايه في الضلام، عشمان ينظرنا زيارة ليلة ما تخطر على الباب. حط ايدك علينا صالحنا يا بنينا مع الله، وخلينا في سلام. اللي وعدت انك تدينا اللي عندك من سلام، العواصف هيج علينا رسينا البر امان. ناس كتيره تعبانين بتقول هو الرب فين في الالام. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، بسلامك. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك. الشعوب من الحرب عاد
الزمن ألف الأمان والكروب حوالينا زادت فوضى في كل مكان اطرح عنا كل خوف أمين شخصك في كل الظروف يا حنان يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمورنا بسلام يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بنستناك والبيوت اللي قسمها إبليس عدو كل خير ضمها ورجع سلامها طالبينك وحدك لا مرة تاني صليها والبيوت اللي قسمها إبليس عدو كل خير ضمها ورجع سلامها طالبينك وحدك لا غير قول له تعالى تعالى واشفي القلوب من الجروح ومن العيوب والبعيد خليه يتوب بالإيمان يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمورنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بالاستناك نتملي بسلام سماوي ونعظم اسم المسيح والتهليل على تاني مع الشكر والتسبيح هي دي العلامة ما فيش تاني ملامة مهما كان عبا يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله أيها الأب السماوي أشكرك في اسم ابنك يسوع المسيح من أجل مراحمك يا رب لينا على كنيستك وعلى شعبك يا رب نطلب في حضور الروح القدس الآن على هذا الاجتماع وعلى أبونا الحبيب المتكلم أبونا باسيليوس يا رب فيض بروحك القدوس على كل من يسمع هذه الرسالة وهذه الكلمة لتصبح له تغيير يا رب لتصبح له قوة لحياة جديدة نطلب في اسم ربنا يسوع المسيح أمين شكرا أبونا شكرا للرب اللي مشرفنا بحضوره ومعزينا وعطينا كل الرجاء لأنه قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر خلونا ناخد قراية من سفر المزامير إصحاح 13 إصحاح 13 هاخد آيتين بس آية 1 وآية 2 اسمع بتقول إيه الكلمة اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ والمجد لنا دائما أبديا آمين. أنا بشكر الرب لأنه إلهنا الحي كل مرة يدينا كلمة حياة والنهاردة يكون يوم تشكر في الرب لأنه ميزك إنك
تسمع الكلمة، إن الكلمة هي بتعطي حياة. فأشكر الرب، أقول له أشكرك رب لأنك ميزتني إني لهذه اللحظة أنا موجود، وإنك عطتني الامتياز إن أنا أسمع الكلمة والرسالة بتاعت النهاردة. أشكرك رب لأنه اليوم أنت تلتقي معايا، أنا مش جاي أسمع كلمة لكن أنا جاي ألتقي مع شخص حي. أشكر الرب لأن إلهنا حي. النهاردة رسالة، يمكن داود النبي بيقول إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا. حقيقة كلمة الرب تحتاج أن كل مرة وانت بتسمع الرسالة دي بتشكر الرب، لأنه أن كلمة الرب كمان بتشجع المؤمن. عايز أقول لك حاجة وأكون دايما صادق معاك، وإحنا بنروح ناحية الملكوت وإحنا في المسيرة دي، ما أقدرش أقول لك أن كل السكة هتكون مرتاحة، لأنه بيقول الكتاب أن كل الخليقة تئن وتتمخض، أن في ألم، وسماه كتاب أن وادي البكاء. هي دي الحقيقة يعني. بس إحنا مش زي الناس، إحنا متعزيين، إحنا مرفوعين، لكن ما أقدرش أقول لك أنه ما فيش ألم، ويبقى تجاهل للواقع انه اقدر اقول لك انه لا ما فيش حد بيتالم واولاد الرب دول ما يحزنوش يعني وكده. بس عايز اشوف ايه كلمه النهارده. داود بيتساءل بيقول الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. هو الرساله ايه؟ عايز يقول ايه داود؟ داود ده بيمثل قصتي وقصتك. عايز يقول ان في مرات حال المؤمن بيقف كده قدام ربنا ويقول له يعني نفسي كده يا رب ان في يوم من الايام ترفع عني، يعني كأن واحد بيقول للرب، ده لسان حال الناس يعني، بيقول له يا رب يعني كل يوم ما يا رب الى متى، يعني يا رب انا كده يا رب انا عايز ارتاح. وعايز اسألك سؤال، من منا لم يتعرض للحزن؟ مين يقدر يقول فيش حد ابدا، ولا حتى الرب يسوع نفسه فيش ولا واحد مننا لم يتعرض للحزن؟ مين مننا ما تعرضش لجروح يصعب نسيانها؟ يعني مهما تسمع الكلمه انت مش بتقدر تنساها. الالام الجسديه، لما واحد يتعرض لالم جسدي هو اسهل من الالم النفسي. عارف ليه؟ لان الالم الجسديه واضحه، ويمكن العقاقير والادويه ممكن تشفيها ومعروف، يعني تروح للطبيب يقول لك الحاله دي علاجها كذا. لكن انا بتكلم عن داود النهارده بيتكلم عن الالام النفسيه اللي بتكون داخل الانسان دي، ليها نوع اخر من الادويه. يعني ادويه العالم ما تعرفش ان هي تشفيها. يعني احنا في الحقيقه زي ما سمعت لبعض الناس في الفترة اللي فاتت بيقول لي يعني أبونا أنا يعني حاسس إن أنا متألم. بقول له ليه أنت متألم؟ بيقول لي أنا حاسس إن المستقبل مظلم. قلت له يعني إيه؟ قال لي أنا جوايا كده يعني بكرة مش عارف يعني يحصل إيه. قال لي حاجة غريبة جدا، بيقول لي أنا نفسي أكون زي الناس دي اللي حواليا. قلت له ازاي يعني تكون زي الناس اللي حواليك؟ قال لي انا مرات ابص كده للناس الاقيها في ناس كده مبتسمه وطول الوقت كده مبتسمه وطول الوقت كده شكلها فرحان، يعني انا نفسي اكون زيهم. قلت له لا لا لا، الابتسامه الخارجيه ليست دليل الفرح. يعني مش كل واحد هتشوف ان هو مبتسم ده يبقى ده دليل ان هو فرحان. محدش يعرف ايه اللي داخل قلب جواك. كل إنسان مفيش غير الرب بس هو فاحص القلوب. الناس بتحكم على المظهر. أقول لك بكل صراحة، مفيش إنسان، أنا ببتدي مقدمة يعني عشان أقول لك يعني تتعزى، يعني إن مفيش إنسان مهما كانت قامته الروحية، القامة الروحية مقصود منها يعني التواصل الجيد مع الرب، يعني مهما كانت القامة الروحية بتاعتك، مهما كان ليك علاقة مع الرب ما تتضايقش. يعني لما تمر بالضيقة دي، لما تمر بالحزن ما تتضايقش، ما تحسش كده يعني انت بقى كده يبقى انت كده يعني بعيد عن الرب. لا، واحد مرة بيسألني بيقول لي الرجالة بتاعت ربنا
رجالة الله يعني اللي بيقولوا عليهم رجال الله. بيقول لي رجال الله دول أكيد لأنه الله بيختارهم والله بيديهم مسحة والله بيعضتهم أكيد دول يعني مش هيحزنوا. قلت له لا 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 بالعكس، ده أكتر ناس كانوا بيتعرضوا للأحزان وللحروب كانوا رجال الله. ده أرمية قال عبارة جديدة يعني غريبة جدا، كل ما أجي أراها أقول يا رب أرمية اللي بيقول الكلام ده قال لماذا خرجت من الرحم، بيقول كده حتى أرى تعبا وحزنا، كأنه بيقول للرب ليه أنا اتولدت أنت يعني خلقتني كده عشان أكون متألم وأكون حزين. ده أرمية اللي بيقول كده يعني. أيوب قال عبارات أشد من كده، أيوب اللي كان الراجل ده اللي كان بيتقي الله، أيوب اللي بنسمع عنه في الكتاب قال قد كرهت نفسي حياتي. يعني أنا واحد زي التعبير بتاعنا اللي بيقول أنا يعني مش مبسوط إن أنا أعيش، أنا كاره حياتي. يعني أيوب بيقول كده. لو أنت قلتها دلوقتي يقول لك لا لا، هو أنت كده يعني ما عندكش علاقة بربنا يعني، أنت مش مؤمن. لا ما فيش مشكلة، بيقول كده إيليا قال إيه؟ كفى الآن يا رب وإيه؟ وخذ نفسي. قال له يا رب بص انا اقول لك، هو ده لسان حال بعض الناس دي، ده عايز يقول لك ان في وقت من الاوقات ممكن تمر بده، يعني ده ما يضايقكش قوي. ليه؟ قال له بص يا رب انا تعبت. قال له ليه؟ قال له خلاص انا وصلت للنهايه، كفايه لحد كده وخذ نفسي. عشان كده رساله النهارده هي الانتصار على الاحزان. انا عايز النهارده تصلي أنه الرب يخرجك من دائرة الأحزان. لو أنت حاسس زي لسان حال بعض الناس الدنيا ضاقت بيك، يعني الدنيا ضاقت بيك، حاسس أن الأحوال بتضيق عليك كل شوية، أو أنت حاسس أنك أنت متضايق. ليه متضايق وحزين؟ يقول لي لأنه أنا بصلي بس حاسس أنه الاستجابة لسه ما جاتش، ورغم أنا لي علاقة مع ربنا فأنا حاسس من جوايا باجي وبصلي وبسمع الكلمة لكن حاسس إن ربنا متأخر عليا. ولو في خطية بتغلبك أنا تعبان، ويمكن ناس كتير في هذا التوقيت مكسور من جوا إنه فقد حاجة أو شخص عزيز عليه فقد وكان بيحبه، أو ممكن تكون أنت مش مبسوط داخل أسرتك. في ناس كتير النهاردة داخل الأسرة بتاعتهم مش مبسوطين، بيمارسوا حياتهم في المجتمع وبيمشي قدام الناس باين بيصلي لكن داخل أسرته حاسس انه في حاجة مش طبيعية، مكسور يعني حزين رغم داخل الأسرة بتاعته. او حاسس ان انت حزين عندك علاقة صداقة تحطمت، او عندك علاقة عاطفية ليست على ما يرام وحاسس ان انت مكسور من جواك، او كل دين انواع من الأحزان. خليني أكلمك في الرسالة الأولى عن داود شوية قبل ما أقولك عن إزاي تنتصر عن الأحزان. في الرسالة الأولى أنا سميتها أحزان داود. بيقول داود بيقول لأن شرورا لا تحصى اكتنفتني، هو بيقول كده يعني، بيقول حاقت بي أسامي لدرجة، بيقول حاجة غريبة جدا لدرجة إن من كتر ده لا أستطيع أن أبصر. في أحيانا يعني بعض الأمراض الجسدية في نوع من الأمراض كده يقول لك يعني زي السحابة تيجي على العين، فلما السحابة تيجي على العين تحس يقول لك واحد أنا مش شايف. يعني أنت مريت بالإحساس ده إنه مرات تبقى الدنيا ماشية كويس والأمور على ما يرام زي ما تكون كده الشمس طالعة وفجأة تيجي السحابة تروح مغطية الشمس، أهو ده مرات بيحصل معانا كده. لو أنت حاسس كده انه فجأة بقت امورك مش مستقرة، يعني حاسس ان في مجالك او مجال عملك او مجال بين زملائك او في مجال اسرتك او في مجال خدمتك او في مجال تجارتك ان في حاجة بقت مش مستقرة، عايز اقول لك حاجة، لازم دايما نعلن الرسالة بصدق. الحياة متقلبة ودوام الحال ده من المحال، الحياة متقلبة. مش كده داود لما بدأ في الرسالة دي بيقول ايه؟ اما انا بيحكي عن حالتي وحالتك ان في وقت معين بتتعرض فيه للموقف ده. بيقول داود اما انا فمسكين وكئيب، انا بتكلم عن داود. الحياة بقت غير محتملة بالنسبة له في وقت كده من الاوقات. ان واحد يجي يقف قدام ربنا ويقول له بص يا رب
انا تعبان. تقول له تعبان ليه؟ يقول لك الحياة بقت غير محتملة. يعني ايه غير محتملة؟ يعني حاسس ان الضغوط زادت عليا. داود عمل كده. لما عمل كده داود، ما هو لما بيقول لك كئيب، عارف الكآبة ايه؟ كآبة نوع من الحزن يعني العميق، مش بس حزن. عارف لما تبص لواحد كده وتقول لك انت تمتلئ كآبة، لماذا تكتئب؟ الكآبة نوع من الحزن العميق داخل النفس. تبص لقى واحد كده ماشي ساكت مش بيتكلم، في حزن عميق جواه. مش كده داود بيقول ان ممكن في وقت من الاوقات انت تمر بالمرحلة دي، ما تتضايقش، ممكن تمر بالمرحلة دي. داود بيقول الكتاب لما حس بالحزن ده في سفر صمويل الاول، بيقول الكتاب ان دخل مغارة عدولام. كلنا عارفين مكان الراحة. مش مرات بتحس كده ان مرات عايز انك انت تنفصل شوية عن الناس؟ مش بيجيلك الاحساس ده؟ على فكرة ده كان الرب يسوع دايما في الكتاب المقدس، يعني يجيلك تعبير كده يقولك واعتزل عن الجموع. كان يحب يروح يصلي، يعتزل، ينفصل. لازم تعمل ده. داود زي اي واحد بيجيله الاحساس، يقولك عايز ابعد عن الناس. ده احساس طبيعي ان في مرحلة من المراحل عايز تقعد لوحدك، مش عايز تكلم حد. هو داود مر كده، راح مغارة عدولام، هي نوع من المكان الراحة او مكان تلتجئ فيه انك عايز تبعد عن الناس اللي حواليك، عايز تختلي بنفسك. لازم يحصل كده. يعني في حياة اي انسان لابد يجيله وقت انه يبعد شوية. بيقول الكتاب ان اجتمع اليه، ده كلام الكتاب يعني لما دخل المغارة، اجتمع اليه كل رجل متضايق وكل رجل عليه دين وكل رجل مر النفس. بتشعر كده مرات انك حاسس انك مر النفس؟ عارف مر النفس؟ عارف لما الواحد يجي يقولك عندي مرارة في الفم في حلقي، فتقول له طب ايه اللي بيحصل؟ يقول لك كل ما اكل مش بستطعم الاكل. تقول له ليه مش بتستطعم؟ يقول لك حاسس الاكل بينزل بمرارة. هو ايه الحكاية؟ المرارة ان الانسان يشعر انه مش مستطعم، مش مستطعم الاحداث، حتى مش مستطعم الفرح. او عايش اهو قبل، وانا بكمل لك وانا بقول لك الرسالة دي، لو انت حاسس انك انت مر النفس، انت راجل مؤمن، تروح الكنيسة وتسمع الرسالة وليك علاقة مع الرب، لكن مرات بيبقى في مرارة داخل النفس نتيجة ان ضغوط الحياة، زي ما داود حس بكده. قوله يا رب النهاردة، اليوم يا رب انك انت تشفي المرارة اللي جوايا دي. لو انت جواك ضيق من حد، قوله يا رب النهاردة انا جوايا مرارة يا رب انا عمال اخفيها، يا رب انا عمال احارب ان انا انتصر على المرارة دي، انا مش عارف. قول للرب النهاردة عندي كل الثقة اني اشفى من المرارة. طب ايه اللي ضايق داود؟ انتبه انتبه. داود اكتر حاجة ضايقته، وده ممكن تضايق اي حد، هو بيحكي لك عشان يقول لك دي ممكن تكون قصتك. انا مش بحكيها لك عشان احكي لك عن داود، لكن ممكن تكون قصتك. داود الضايق من الناس، عارف ليه؟ بيقول الكتاب لأن الشعب قالوا برجمه. لأن الشعب قالوا برجمه، حاجة غريبة جدا جدا جدا. يعني داود الراجل الطيب اللي بيعمل خير مع الناس، وتحس ان الناس عايزة ترجمك. فداود اكتر حاجة تحزن الانسان انك انت ما تعملش شر ناحية حد، ولكن عايز الناس ترجمك، او انت بتشعر ان الناس بترجمك. اقصد كده يعني، واقصد اقول مش بترجمك بالحجارة، يعني انت بتعمل خير لكن الناس بتسيء اليك بكلمات سيئة او كلمات صعبة، او مش بيذكروا الخير بتاعك، او بينسوا الحاجات الكويسة اللي انت عملتها. ودي طبيعة البشر، طبيعة البشر ان ينسون كل الجيد الذي فعلته ويتذكرون لك النقطة السلبية الصغيرة للغاية. دي طبيعة البشر. ما تزعلش، انا بحكي لك القصه دي بتاعه داود عشان تترفع النهارده، وانك ما تزعلش لما تمر بالمواقف دي. واكتر حاجه تتعب داود وتتعبني وتتعبك، انه مش انه هو بس زعل عشان كده، لكن اصعب اللحظات عندما يموت امام عينيك من هم احياء بالجسد.
هو داود كانت مشكلته كده. أولا مرة تاني، أصعب اللحظات على داود أن يموت أمام عينيك من هم أحياء بالجسد. يعني عايز يقول لك إيه، الصعب علي قوي أن أنا أعيش وسط ناس هم أحياء بالجسد لكن ماتوا بالنسبة لي، ده حاجة صعبة قوي. عايز أقول لك أن ممكن يكون الإحساس ده يجي، أن واحد مات معنويا بالنسبة لك. ما بيحصلش معاك كده مرة؟ ما دي قصة واقعية، أنه نتيجة إساءة بعض الناس أو نتيجة أن عواطف بعض الناس تكون جافة من ناحيتك، أو نتيجة زي ما بيقول الكتاب أن المحبة بتبرد، أو نتيجة أن ناس جرحتك كتير، فالناس دي معنويا ماتت بالنسبة لك. فأنك تكون عايش مع ناس أحياء بالجسد لكن أنت شايفهم ميتين، دي حالة صعبة. أهو داود عاش الحالة دي. أنا بصلي معاك النهاردة قبل ما ابتدي أقول لك العلاج إيه، أن قبل ما تسمع الرسالة دي تقول يا رب أشكرك، لأنه اليوم يا رب أنت جبتني مش من الصدفة، لكن يا رب النهاردة أنت عايز تتقابل معايا، وأنت يا رب بتريح. وداود النهاردة راح لملجأ أو لمغارة عدولام، لكن أنا النهاردة مش هروح بغارة عدولام، أنا هروح لك أنت، أنت الملجأ. مش أنت قلت كده تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم؟ وأنا جاي لك النهاردة عشان تريحنا. العلاج بقى، أنا كلمتك النهاردة عن انتصار المؤمن على الأحزان. الانتصار على الأحزان، عايز أقول لك أول حاجة في الانتصار على الأحزان، الثقة في معونة الله. الثقة في معونة الله، انتبه. أنا حكيت لك عن داود بس ده النص الأول من القصة، كمل بقى القصة. داود رغم كل ده قرر انه ما يركز على المشكلة ويركز على الله. طب دي المشكلة، هتقف بقى قدام المشكلة وتفضل تشتكي؟ قرر داود، يقول ايه الكتاب عنه، اما داود فتشدد، يقول كده كتاب بالرب الهه. داود خد قرار. ايه القرار؟ انا هقرر النهاردة ان مش هنسى كلمة ربنا. عارف المشكلة تبقى ايه؟ ان مرات احنا بننسى كلمة الله. بتعرفها، بتسمعها لكن بتنساها. عشان كده خد قرار النهاردة، الثقة في معونة الله، ان قرار ما انساش كلمة الله. يعني ايه؟ الله بيمسك بزمام الامور. ما دي معلومة. لا ما دي مش معلومة، دي حقيقة. ولو عرفت الحقيقة دي مفيش حاجة تقلقك ابدا. الخيوط في ايد قديرة. طب انا واثق في معونة الله ازاي؟ اصل الله عنده حلول غير متوقعة، ما تتوقعهاش انت، لان طرقي ليست طرقكم وافكاري مش بتاعتكم، مش افكاركم. انا ممكن اتدخل بحلول غير متوقعة. اصله بيقول عنه كتاب كده ايه، يعطي مع التجربة، اسمع، ايضا كمان، ما انت بتنساش كلمة ايضا دي، انه يعطي مع التجربة ايضا ايه، المنفذ. يعني ده في منفذ. اوعى تنسى كلمة الرب. الثقة في معونة الرب، يعني انا ما بنساش كلام الرب. الكلمة دي اتحفرت جوايا، لما هاجي امر بحزن لا اقول لا، ما مكتوب كده الرب راعي فلا يعوزني شيء. واحد مرة بيقول لي كل ما اجي اقرا الايه دي وبعدين الاقي عندي احتياجات كتير ربنا ما بيسددهاش. قلت له ازاي يعني؟ قال لي ما انا يعني بقول فلا يعوزني شيء بس انا عندي احتياجات كتير. قلت له انتبه، انت نسيت ايد الله اللي رافقتك طول حياتك، انت ناسي كل اللي فات ان ربنا كان معاك. قال لي لا مش ناسي. قلت له ما مكتوب كده كمان، عصاك وعكازك هما يعزيانني. قال يعني ايه؟ قلت له ما العكاز ده، ما كلنا عارفين القصه دي، العكاز ده بينتهي بالطرف بتاعه ايه، مقوس. ايه الحكمه؟ عشان الراعي لما يشوف الخروف يقع في حفره يمد العكاز بالطرف المقوس ويشده ويطلعه. قال يعني ايه؟ قلت له لانه مكتوب كده، ما تقلقش ان بيمسك زمام الامور. قال يعني ايه بيمسك زمام الامور؟ قلت له عند اللحظه الحرجة للغاية، هو عارف التوقيت.
هو عارف التوقيت هيتدخل، ما تقلقش. قال يعني ايه؟ ما قلت له مكتوب كده، لما تقع في حفرة مكتوب يفدي من الحفرة ايه؟ حياتك. قال يعني ايه؟ قلت له يعني يفدي من الحفرة حياتك، يعني لو حاجة راحت منك، يعني لو انت نفسك رحت، هو اشتراك مرة، لو انت رحت نفسك يفدي من الحفرة حياتك، ده الرب بيحط نفسه مكانك يعني يشتريك من جديد. قال لي يعني ايه؟ قلت له ده انت حتى لو وصلت انت بعت نفسك تاني، الرب يدخل ويشتريك تاني. عشان كده وانت بتسمع الرسالة دي، ثق في معونة الرب. لو انت حاسس ان نفسك نفسها بدأت تبعد عن قصد او عن دون قصد، خد كده قرار مع نفسك ان من النهاردة مش هثق في نفسيتي، مش هثق نفسيتي تقول لي ايه، نفسيتي متقلبة، مش هبص للمنظور، لكن انا واثق ان الرب مكتوب كده انه حتى لو نفسي راحت مكتوب ان يرد نفسي. انا واثق في كلمة الرب. نفسي اقول لك حاجة، قول للرب اشكرك وانت بتسمع الرسالة دي، لانه بالايمان انت تاخد من الرب ان كل حاجة اتحطمت في حياتي انا عندي ثقة في معونة الرب، انه النهاردة الرب يقدر يعمل معاك حاجة. اوعى تضيع وقتك زي بعض الناس. بنفكر مرة واحد بيقول لي كل ما اجي اصلي واقول له بتعمل ايه اثناء الصلاة، يقول له طول الوقت اقعد اعاتب ربنا. هو بيفكر بقى بيصلي، وقال لي ما ده ابويا يعني. قلت له طبعا ابوك، بس كل صلاته بقت ايه؟ يقعد يعاتب ربنا، ليه يا رب وليه عملت كده يا رب، ويا رب ما انت شايف، ويا رب ما انت عارف، ويا رب ليه انت يا رب سمحت بكده، ويا رب ليه سايبني، ويا رب انت مش شايف. ويقعد بقى يلقي بالتهم على الناس، ويقعد يقول يعني يا رب انت كده اللي بيقرب منك بيتعرض لمشاكل اكتر. قلت له ايه دي صلاة كده؟ قال لي امال ايه؟ قلت له الثقة في معونة الرب يعني انا واثق في الكلمة. يعني ايه واثق في الكلمة؟ انه ايوه في مشاكل، بس عين داود ما كانتش على المشاكل. كثيرة هي بلايا الصديق، ولكن انت ما تعرفش عند النص الاولاني، مش الرب اللي بيجيب البلايا، ده العالم بحكم العالم وبحكم انت خاضع لقوانين العالم وشر الناس، ولكن من جميعها مكتوب كده ينجيه الرب. مش كده وانت بتسمع الرسالة دي؟ لو انت داخل وحاسس انه نتيجة الظروف اللي حواليك ان في امور ما بتتحلش، وبديت انك انت تقلق من بكرة، عايز اقول لك النهاردة قول للرب اشكرك، لان النهاردة هاخد قرار ان احط كل ثقتي في كلمة الرب، انه انا واثق انه حتى بكرة ده مش بتاعي، ده مش من اختصاصي. طب انا عندي مشاكل وبكرة ولازم افكر ويحصل ايه، خلاص مش اختصاصي، حطها النهاردة على الرب، ان مكتوب كده. ما انا بقول لك الكلمة، ملقيين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. خلاص حطها عليه النهاردة. فأول رسالة عايز أقولها لك علشان تنتصر على الأحزان، أول رسالة كانت الثقة في معونة الرب. الرسالة الثانية، اغلق الباب أمام اليأس. الرسالة الثانية، اغلق الباب أمام اليأس. حبائي موضوع عايز قرار، أن عندك النهاردة استعداد انك بينك وبين نفسك تاخد قرار، من النهاردة هاخد قرار كل باب يجي منه اليأس يعني موت، اليأس يعني موت، يعني رائحة موت، ان كل باب يجي منه رائحة موت انا هقفل الباب ده. طيب واقعيا، واقعيا في مشاكل معقدة، كن صريح معك، مشاكل معقدة ما تعرفش تمسكها منين. هقول لكم حاجة، عارف بكرة الخيط لما يتعقد الخيط وبعدين تيجي تطلع حتة من طرف الخيط فتلاقي الخيط يتعقد أكتر، تحاول تطلعه من الناحية التانية تلاقي العقدة زادت أكتر. هو مرات بيحصل كده، أنا مش عارف أطلعه منين، مش عارف البداية بتاعت الخيط، ومش عارف إن مش عارف أعمل إيه. هو مرات بيحصل كده، هو لما يحصل كده بقى دي مش شغلتك أنت، ما انا بقولك اغلق الباب امام اليأس، دي مش بقى شغلتك، بقى شغلته هو. طب ده موت ومش عارف اعمل ايه، بس لا مكتوب كده عند الرب السيد، ده مش كلامي انا، للموت ايه مخارج، هو بقى عنده دي بتاعته هو. عشان كده
اوعى تسمع كلام الناس السلبي. لما بقولك اغلق الباب امام اليأس، الناس مرات بتقول كلام سلبي، حتى لما بتعزي معزين متعبون ما كلامهم مرات بيبقى سلبي. ما تتأثرش بكلام الناس السلبي. في ناس، اسمعني عايز اقول حاجة مهمة، في ناس يحبوا كتير يتكلموا عن مشكلتهم. اسمعني انا بقولك النهاردة، اغلق الباب امام اليأس، تعلم أن لا تتحدث كثيرا عن مشكلتك. في ناس بقى عايز طول الوقت يحكي، عايز يتكلم عن المشكلة، وعايز طول الوقت الناس تسمعه، وعايز كل ما يشوف حد يحكي له القصة بتاعته، وعايز طول الوقت يحسس الناس أنه عنده مشاكل، وتعزيته أنه يحكي في المشكلة. انتبه انتبه عشان عايز أقول حاجة مهمة. طيب انت عايز تعزية من كلمات الناس، ما هو اللي بيعمل كده ده عايز يتعزى من كلمات الناس. في واحد كده عايز طول الوقت يتكلم، انا عايز كل الناس تعرف ان انا محبط وحزين. انتبه انتبه عشان اقول حاجة مهمة جدا. انتبه، في ناس عندها الارتياح ان طول الوقت يقول لك احكي عن مشكلتي فارتاح. لا مش هترتاح، وهقول لك ليه مش هترتاح. انتبه، طول الوقت عايز يقول انا حزين انا محبط. دور كده على وسائل التواصل الاجتماعي تلاقي ناس كاتبه لك كده، انا حزين انا محبط. انتبه انتبه، خد بالك. ايه بقى خطورة الموضوع ده؟ خطورة الموضوع ده انك عندما تتحدث كثيرا عن المشكلة بتاعتك، وعندما تكتب عبارات الحزن، وعندما تعلم كل الناس بأحزانك، عارفين إيه اللي بيحصل؟ مكتوب عن إبليس إنه رئيس سلطان الهواء، صح؟ إبليس سلطان الهواء في هذه الأجواء موجود. طب اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إنك بتدي فرصة لإبليس رئيس سلطان الهواء إنه يحط حواليك هذه الطاقة السلبية طول الوقت، وإنت مش واخد بالك، وإنت عمال تقول انا حزني بيزيد. طب ده انا عمال احكي. بيزيد ليه؟ لانك حوطت نفسك بطاقة سلبية من الاحزان، وعطيت فرصة لابليس سلطان الهواء ان يحط حواليك ويحصرك بالاحزان بتاعتك، بدل ما تكسرها، وبدل ما توقف، وبدل ما تقول كلمات الرجاء، وبدل ما تقول خدت قرار قدام باب اليأس انا وقفه. لا بالعكس، انت بتحط حوالين نفسك ده، انت بتحاصر نفسك، انت بتسجن نفسك، انت بتعلي اسوار الحزن حوالين نفسك. عشان كده انا بنصح نصيحة، خد بالك، الناس اللي طول الوقت تعلن احزانها، الناس اللي طول الوقت بتكتب عن مشاكلها، الناس التي، وخاصة المشكلة ايه، ان ابليس ممكن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، لان دي حديثة، فبدل ما كان الموضوع بالنسبة لابليس ياخد وقت طويل، بقي النهاردة وقت قصير جدا، لان انت مجرد ما تكتب عبارة انتشرت، فانتشرت فحط الطاقة من الاحزان حواليك، فتلاقي نفسك مش عارف تفرح، ويجي بقى يقعد قدام ربنا وليه مش عارف افرح، وانا حزين وانا محبط وانا عندي مشاكل، وشوف وشوف الناس، وشوف الناس بيعملوا ايه. خد بالك، عشان كده من النهاردة قرر انك تكسر هذه الدائرة، لا تتحدث كثيرا عن مشاكلك امام الناس. عايز تقعد تتكلم عن المشاكل، افتح كلمة الرب، اقعد قدام الرب كلمه، هو الوحيد اللي يقدر يكسر ده. انا بتعجبني في سفر الملوك الثاني، تعجبني قوي قصة المرأة الشونامية من شونام، القصة المعروفة جدا، بس بتعجبني قوي هذه المرأة. هذه المرأة استطاعت أن تكسر دائرة الأحزان. كلكم عارفين القصة، مرأة دي كلكم عارفين أنه ما كانش عندها أولاد، باختصار شديد جدا، والرب أعطاها ولد، المهم أنه الولد الوحيد اللي ربنا أعطاه لها مات، كلنا عارفين القصة. شوف بقى عملت إيه. ما عادش تتكلم، ما عادش تكتب وتقول يا ناس تعالوا شوفوا، وابني وابني الوحيد، ويا رب أنت خدته ليه، ويا رب ده ما وحيدي، ويا رب ما انا ما عنديش غيره، ويا رب ما انت عارف انا ممكن ما نجيبش تاني. لا ما عملش كده، انتبه انتبه. عملت ايه؟ زوجها بيسألها انت هتروحي فين، هي عايزة تروح، كلنا عارفين القصة، عايزة تروح عند رجل الله أليشا عشان عندها ثقة، عايزة تروح للحياة عشان يقوم ابنها، صح؟
فزوجها بيسألها ولا ده مش وقت، انت رايحة فين؟ ممكن اقعد احكي له بقى، احكي له اصلا انا حصل كذا وانا هروح للرجل الله. حتى زوجها ما رضتش تقول له حاجة، قالت له ايه؟ سلام، عندي سلام. وكلكم عارفين بقى القصة. لما راحت عند إليشا، إليشا راح بقى جهاز التلميذ وبيقول له روح شوف الست دي ايه اللي طلبتها ايه. قعد يسألها جهازي السلام لك في حاجة؟ قالت له سلام. السلام لزوجك؟ قالت له سلام، كلنا كويسين. السلام لابنك؟ قالت له ايه؟ سلام. طب ده ابننا، ابني سايبه ميت. قالت له سلام. يا سلام، هو ده الاحساس، انك ازاي تصلي للرب النهاردة، انه انا اتعلم انه اكسر كل موت في حياتي. قول له رب اشكرك النهاردة، لانه انا بقول لك النهاردة انك لا تستسلم، او انك انت تغلق الباب امام اليأس. تقول له رب اشكرك لانه اليوم يا رب انه انا واثق ولي كل الثقة والايمان انه انا يا رب هلتجئ ليك انت. عايز اسألك سؤال، اي ازمة بتمر بيها بتحس مين الاقوى؟ الازمة اللي اقوى ولا ايد الرب الاقوى اللي بتمسك زمام الامور؟ ما هو ده كلام احنا بنقوله. لكن انا عندي ايمان مهما كانت الازمة ممكن الرب يسمح بيها، عشان نبقى واقعيين، بس الرب ماسك الزمام، يعني في ايده الزمام. بيقول كده في سفر اشعياء، انا الرب الهك ما تخافش، الممسك بيمينك. انتبه انتبه، عارف يعني ايه ممسك بيمينك؟ عارف وانت رايح كده مثلا تتعرض لتعمل عملية جراحية، الرب ماسك ايدك. انت بتعمل العملية الجراحية بس الرب ماسك ايدك. الرب انا الهك، الممسك بيمينك، القائل لا تخف، انا اعينك، ما تخافش. وانت بتسمع الرسالة دي قول له اشكرك يا رب، لان اليوم يا رب انا مصدق ان ايدك انت هي اللي ماسكة خيوط المشكلة، وإن رب أنت اللي مالك زمام الأمور، وإن الدنيا دي مش ماشية فوضى، وإن واثق يا رب إن في اللحظة المناسبة أنت تتدخل وتعطي حياة. دي الرسالة التانية. الرسالة التالتة في الانتصار على الأحزان، جدد ذهنك، جدد ذهنك. يقول القديس بولس تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد أذهانكم. اسمعني بقى، خد بالك ايه الانتصار هنا يتحقق ازاي. خد بالك، لما يتغير تفكيرك هيتغير نظرتك للأمور. هي دي المشكلة. هو ليه انت نظرتك صعبة؟ ليه انت نظرتك مش عارفة تشوف الرب؟ ليه انت نظرتك بتشوف السلبيات؟ قال لك ما هو اصل ذهنك مش متجدد. لما يتغير ذهنك ويتغير تفكيرك هتشوف بعين مختلفة. طب بص يا رب، أنا متضايق من فلان. ليه متضايق منه؟ نظرتي إليه مش قادر أشوفه قدامي. عارف ليه مش قادر تشوفه؟ لأن تفكيرك سلبي ناحيته. طب إيه اللي بيحصل؟ لما يتغير تفكيرك وتصلي للرب وتقول له يا رب غير تفكيري وجدد ذهني، عيني هتشوفه بطريقة مختلفة، وهكذا في أي مشكلة. مش كده وانت بتسمع الرسالة دي قول يا رب اديني الذهن ده. عايز اشرحها لك أكتر شوية، يعني ايه المشكلة هنا في ايه؟ يعني الصورة اللي انت بترسمها في ذهنك هي اللي هتتحقق. ما لما دايما انا تسمعونا اقول لك كلمات الرب، ليكن لك حسب إيمانك، أو حسب إيمانك يكون لك. يعني إيه؟ زي الصورة اللي انت رسمتها هي تحصل. انتبه، عايز أقول حاجة مهمة. لما بتيجي مثلا تتعرض لمرض على سبيل المثال، إيه الصورة اللي بترسمها بذهنك؟ هل بترسم صورة للشفاء ولا بترسم صورة للاستسلام واليأس؟ لما بتتعرض لمشكلة بترسم صورة انها هتتحل، ايد الرب هتتحط، انت يا رب هتحلها، انت يا رب هتتدخل، ولا بتقول ترسم بقى صورة ايه؟ لا مش هتتحل، لا دي معقدة، لا دي مش هتنفع تتحل، لا دي ملهاش حل. حسب ايمانك يكون لك. مش كده وانت بتسمع الرسالة دي قول يا رب اديني يا رب ان النهاردة قبل ما اخرج، ما ده جمال الرسالة، تغيروا عن شكلكم
تجديد أذهانكم حسب ما انت هتشوف هتعيش. اسمعني، مرة في يوم من الأيام زي في مراسي أرمية نفكر ده بيقول إيه، شو بقى تفكيره كان إزاي، يقول إيه في وقت من الأوقات في مراسي أرمية، يقول لك سيج علي فلا أستطيع الخروج. عارف يعني إيه سيج علي؟ حط كده السياج حواليا، كل ما جمشي في حتة أنا مش عارف، يا رب أنت أنا حاسس إن أنا مسجون. سيج ده بيكلم الرب يعني، يقول له بص يا رب أنا عايز أقول لك حاجة، أنا عمال أصرخ ليك وعمال كل يوم أصلي وحاسس يا رب أنت مش بتسمعني. بيقول لي كده، بيقول لي كده في براس أرمية، حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي. شوف بيبص إزاي، يعني أنا عمال أصلي كأن ربنا بيصد الصلاة، ما بيسمعنيش، أنت رب مش بتسمعني، ده أنا رب حاسس. ده في راسي أرمية بيقول كده، سيج، بيقول كده سيج طرقي بحجارة. يا سلام، عارف سيج طرقي بحجارة يعني إيه؟ كل واحد يمشي يلاقي حجارة في السكة. يعني إيه؟ أطلع من مشكلة أدخل في مشكلة. عارف بالتعبير بتاعنا البشري يقول لك طلع نزل ولا طلع من نقرة دخل في إيه؟ في حفرة أعمق يعني. فهو عايز يقول كده، اطلع من حاجه ادخل في حاجه، سيج طرق بحجاره، انت حاطط حجاره. انتبه انتبه، عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان مراسي ارميا ان لما كان تفكيره كده فشايف كده، فانت لو تفكيرك كده هتشوف الناس مش كويسين، هتشوف المشاكل كتيره، هتشوف بكره مش كويس، تعبان، كل حاجه هتبقى بالنسبه لك متعبه، ده تفكيرك كده. طب ايه اللي حصل بقى لما تفكيره ارتاح؟ شوف هو مراسي أرمية، هو نفس الكلام في نفس اصحاح 3 برضه، نفس الاصحاح اتغير. بعد ما انت كنت عمال تقول كده وشايف الدنيا مسدوده، هو في مراسي أرمية هو اللي قال لان مراحمه لا تزول هي ايه؟ جديده كل صباح. لما انت كنت لسه بتقول دلوقتي سيج طرق بحجاره وبيصد صلاتي، قال لك اه. طب ايه اللي حصل؟ اه لما تجددوا، بيقول كده القديس بولس يعني انك تتغير تماما وتجدد هذا الذهن، تبتدي تتغير. حبائي وانت بتسمع الرساله دي انا عايزك تصلي معايا. الكتاب بيقول كده، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. يعني انا عايز ان الرساله دي قول له يا رب املاني بفكرك انت، انا عايز يا رب اخرج النهارده وعايز افكر زي ما انت بتفكر، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ونفسي النهارده تتعلم انك تشكر الرب. انا مش بقول لك كلمه كده انك انت تشكر الرب كلام، لا، انا نفسي من كل قلبي انه لما تمر بمشكله اوعى تنسى ايد الرب اللي كانت معاك. طب ما هو ايد الرب اللي كانت معاك طول الوقت هو ما بيتغيرش، هو امسا اليوم وايه والى الابد، هو مش هيتغير. انا نفسي تقول له النهارده، ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي، ارد له ايه؟ انا نفسي يكون لسان حالك ده، نفسي انك انت تتعلم انك تذكر الحسنات بتاعت الرب. الرساله اللي بعد كده في الانتصار على الاحزان، النسيان. طيب كلام جميل جدا، ومين يقدر ينسى؟ كلام كويس، مين يقدر ينسى؟ ده احنا مشكلتنا انه طول الوقت افتكر. ده في ناس بتفتكر حاجات حصلت معرفش حسب ما ربنا يديك العمر، من 10 سنين ومن 15 سنة ومن 20 سنة ومن 30 سنة. والغريبة جدا انه يفتكر اسوأ المواقف. شوف الذاكرة بتفتكر ايه، يفتكر اسوأ المواقف، ويفتكر لك موقف حصل من سنين طويلة. وانسى ازاي؟ اه ممكن تنسى، ممكن لما انت تحط جواك الرغبة دي ممكن تنسى. واحد مرة بيقول لي لا ازاي، ده في خسارات روحية ومادية ولا معنوية ولا خسارات عاطفية. اه قلت له انتبه بقى، ازاي ان انا انسى؟ لا تكرر بصفة مستمرة القصص المؤلمة. في ناس تحب تسلك، انت عندك مخزن، كل ما تحاول انك تنشط مخزن الذكريات المؤلمة انت تستدعيها مرة اخرى. طب ليه؟
ليه؟ ما الكتاب بيقول كده. اسمع انت، اصل في ناس كده في ناس يحبوا كده، تقول لي يحبوا ايه؟ يحب يسترجع القصص المؤلمه، يفتكر مواقف حزينه ويحب. ما هتنسى ازاي اذا كنت انت طول الوقت تسترجع القصص دي وعايز تقول شوف الحزن بتاع. مره في مراسل ارميا بيقول كده: يا جميع عابر الطريق انظروا ان كان حزنا مثل حزني. هو بيقول كده يعني، تعالوا شوفوا، عمال يسترجع، شوفوا انا احزاني ان كان حزنا مثل حزني، تعالوا شوفوا واسمعوني وشوفوا اذا كان حزني مثل حزني. مش كده؟ اوعى تدي فرصه لابليس ان يدمر نفسيتك. النسيان نعمه من عند ربنا، اطلب النعمه دي النهارده، اطلب قول له يا رب اديني اني انسى المواقف المؤلمه، اديني انسى الكلمات الصعبه، اديني انسى الناس اللي اساءت الي، اديني انسى المشكلات المره اللي انا مريت بيها، اديني انسى عدم المحبه اللي كانت الناس بتقابلني بيها، اديني انسى السقطات المره بتاعتي، اديني ان انا انسى كده. عشان كده بيقول سفر اشعياء: اوعى بقى تقعد انك انت تفتكر، لا تذكروا الاوليات والقديمات. بيقول كده في سفر اشعياء: والقديمات ايه؟ لا تتاملوا بها. تقعدش بقى انت، ما ناس تحب كده القديمات تتاملوا بها، واحد بقى يقعد يسترجع بتاع امبارح، القصه بتاعت امبارح. طب ما انت هتنسى ازاي؟ يقول لي انا مش قادر انسى. اقول له ايوه انت مش قادر تنسى، لانك مش عايز تنسى، انت مش قادر، انت مش عايز. ما تسترجعش الذكريات بتاعتك تاني، ما تديش فرصه لابليس ان يقول لك زي ما امبارح كده الناس والاحداث، وبكره هيكون سيء. بكره مش هيكون سيء، ده بالعكس، ده انت مهما كان حصل في اللي فات بكره هيكون افضل. هي افضل ازاي؟ ده كلام الكتاب. طب واللي خسرته واللي راح؟ مكتوب كده: ويعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد في سفر يوئيل. اذا ده الرب بيعوض. ده انا تعبان وانا خاطي واقعد افكر في خطيتي وانا خسرت، تقعدش تسترجع. مكتوب كده ان الرب يسوع لنا شفيع عند الاب السماوي، يسوع المسيح كفاره لخطايانا. افتكر الايات الحيه وانت بتسمع الرساله دي. انسى، ننسى ما هو وراء. قرر في حياتك كل مره تحس فيها ان السكه اتقفلت، قول يا رب ساعدني ان انا اقرر ابتدي من جديد. فليكن حياتك تمتلئ بالبدايات. اقولها مره تاني: خلي حياتك تمتلئ بالبدايات. ما فيش مشكله، ابتدي تاني وتالت ورابع، طالما انت في الحياه ابتدي. اوعى تفشل، لان الله لم يعطنا روح الفشل، ده مش بتاعته، بل يدينا روح القوه. قول يا رب اشكرك النهاردة، مش هاخد القوة دي من حد، أنا هاخد القوة دي منك. مش هروح للناس، لأنه مكتوب إن روح الله يسكن فيكم، أنتم هياكل الروح القدس. أنا جوايا القوة دي، شجعتني قوة في نفسي، قوة من الله موجودة جواك. آخر رسالة وهختم، أنا بتكلم عن الانتصار عن الأحزان. آخر رسالة: تدرب على الاحتمال. أنا أكون واقعي جدا معك، في حاجات بقت واقع، صح؟ واقع. المشكلة دي بقت واقع، الشخص اللي انت عايش معاه ده بقى واقع، الدايرة اللي انت عايش فيها دي بقت واقع، القصة اللي انت عايشها حاليا بقت واقع. بتعمل ايه؟ ده واقع موجود. عشان تخرج من الدائرة دي انك تتدرب على الاحتمال. وعايز اقول لك حاجة، الاحتمال ده قوة. وعايز اقول لك حاجة، احنا نفسنا بنوصل للحياة الابدية دي بالاحتمال. الطريق السهل ما بيوصلش، الطريق السهل ما بيوصلش. سهل ان اللي يخطئ فيك انت تخطئ اليه، سهل ان اللي يجرحك تجرحه، سهل ان اللي يتعبك تتعبه، سهل ان اللي يحدفك بحجارة تحدفه بحجارة، سهل اللي يهينك تهينه. كل ده سهل، كل ده سهل خالص. بس الاصعب هو الطريق اللي انا بحكي لك عليه، اللي هو القدره على الاحتمال. عشان كده خد بالك، وانا بنهي عايز اقول لك حاجه احفرها جواك: الطريق الصعب صدقني هو اللي بيوصل، لان الكتاب قال ادخلوا من الباب الضيق، هو ده اللي بيوصل. وصدقني
الذين يزرعون بالدموع بالتعب، هو ده، دي الحقيقة. ما أنا بقول لك تضرب على الاحتمال، أنا مش بقول لك كلام بس عشان أعزيه، بس بقول لك هي دي الحقيقة. اللي عرف الحياة وعرف حقيقة الحياة هي دي الحقيقة. الذين يزرعون بالدموع، مكتوب كده، يحصدون بإيه؟ بالابتهاج. عشان كده وانت بتسمع الرسالة دي، اوعى في يوم من الأيام تقول أنا تعبت من أن أنا أعمل الخير مع الناس. ما تقولش كده، ما أنا بقولك تدرب على الاحتمال. ما تقولش أنا خلاص أبطل أعمل حاجة كويسة مع الناس، ما تقولش كده. ما تقولش أصل الناس ما تستاهلش، ما تقولش كده. ما تقولش أصله الخير ما بيجيبش نتيجة، ما تقولش كده. كل ده مش كلامنا، كل ده بينزلك، لكن ثق في حاجة واحدة بس، المكتوب كده: لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. عشان كده وانت بتسمع الرسالة وانا بختم، قول لرب أشكرك، اديني يا رب القدرة على الاحتمال، اديني يا رب الصبر، مش الصبر اللي هو مضغوط، لا ده مش الصبر، مش ده اللي انا اقصده. الصبر هي قدرة على الشكر، هو ده. وانت تحتمل هي قدرة الانسان انه يشكر، هو ده الصبر. اديني صبر المسيح. مش كده بيقول كتب رسالة العبرانيين: لأنكم إذا صنعتم، بيقول كده، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. خلونا هناخد وقت للصلاة مع بعضينا، تفضلوا فريق الترانيم. أنا عايز نفسي النهاردة هنعمل حاجة كده، أرجوك إنك تساعدني فيها شوية. نفسي كده النهاردة كل واحد عنده حاجة في قلبه، وفحص القلوب هو الرب، ومحدش يعرف اللي جوه قلبك ايه. ويمكن انت بتخفي ده قدام الناس، ويمكن انت بتبتسم قدام الناس بس عندك ألم. نفسي كده تحني راسك معايا وغمض عينك، هصلي معاك صلوة صغيرة. يا رب انا بشكرك يا ابونا السماوي، لانه رسالة النهاردة انت عايز تتقابل معايا، وعايز ترفع كل حزن جوايا. قل له يا رب هقول لك الحقيقة، أنا بحبك وأنا مؤمن، لكن حاسس يا رب أن أنا مش قادر ارتاح. أنا أقول له أنا مش مرتاح. قل له كل مرة أي كنيسة أخرج لكن أنا مش مرتاح. عارف ليه يا رب أنا مش مرتاح؟ لأن مرات بخرج جوايا مرارة أنا مش عارفها جاية منين. أنا يا رب مرات حتى بقعد أتساءل، طب أنا ليه حزين زي ما كان بيقول داود، لماذا أسهب حزين؟ أنا مش عارف. بس أنا يا رب النهاردة جاي لك وعندي إيمان إن النهاردة يا رب حملي يتشال من عليا، في حمل عليك. قول له رب النهاردة إن الحمل ده يتشال من عليا. قول له أشكرك يا رب لأنه بالإيمان المرارة دي تشفى. قل له أنا كل يوم ماشي وسط الناس بس أنا مش مرتاح، أنا عايزك تريحني، محدش مريحني، كلام الناس مش مريحني، والناس القريبين مني مش مريحني. عايزك كده تصلي بهدوء خالص وانت مغمض عينيك تسمع الكلمات دي وتقول له يا رب ريحني النهاردة. مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيدي، هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي حط حياتك بين ايدي هيغفر ليك.
أنا مش عايز أخرج بنفس القصة بتاعتي، هي القصة. طب مع الموضوع ما تحلش، هو ما تحلش، بس أنا نظرتي اتغيرت. القصة زي ما هي، الألم موجود، بس نظرتي للألم اتغيرت، هي ده. طب الناس هم الناس اللي أنا عايش معاهم ما تغيروش، يعني الرب مش هيشيلهم، لكن نظرتي أنا للناس اتغيرت، هو ده. صلي كده بإيمان وقول له يا رب اديني النهاردة إن تفكيري يتغير، فلما يتغير تفكيري نظرتي تتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الآية دي عايزة تبقى حية، ما أنت سمعتها كتير، ما أنت عارفها، أنت حافظها. قول له يا رب يعني عايز اختبر لما ايه يتغير تفكيري نظرتي تتغير. لما النهاردة تفكيري يتغير هشوف الناس بطريقة مختلفة، هشوف المشاكل بطريقة مختلفة، حياتي هتتغير، لأن بقى عندي نظرة المسيح. حاجة جديدة حصلت في حياتي. قول له النهاردة للرب أنا عايز حاجة جديدة تحصل في حياتي. قول له عايز أتفك من أسر الأحزان. قول له أنا حاسس يا رب إن أنا زي ما أكون واحد مقيد، تفكيري مش قادر. قول له الشيطان بيحاربني، بس ما تقفش عند بيه، لكن في الرب اللي بيحرر. تعال للرب النهاردة قول له يا رب ارفع كل قيد للأحزان، ارفع كل قيد في تفكيري. قول له يا رب أنا حاسس إن النهاردة يوم لقاء حي معاك، من فضلك ما تضيعش الوقت، اوعى تلقي بالاتهامات على الناس. الناس مش هم السبب، صدقني الناس مش السبب ولا الظروف هي السبب. انا نظرتي هي اللي تتغير. الحياة زي ما هي، الحياة مش هتتغير، هي الحياة، بس نظرتي للحياة هتتغير. فلما نظرتي تتغير اتحرر. انا عايز النهاردة تبقى حاجة جديدة. قول له يا رب انت قلت أنا صانع أمرا جديدا، فليكن الآن. اصنع حاجة جديدة في حياتي، عايز أخرج حاجة مختلفة فيا باسم يسوع المسيح. عايزك تصلي ده بالإيمان ده. يا الله نحن نسأل امتلكنا الآن حررا قيدا وسمعت الوعظة لا ده وقت سمين، ده وقت ان انت تتقابل مع الرب النهاردة. ولما تتقابل مع الرب من فضلك اخرج النهاردة وانت تقابلت معاه، كل قيد ينكسر، كل ألم ينكسر، كل حزن، لان مكتوب ان حزنكم يقول الى فرح. يقول الى فرح ازاي؟ ما المشكلة موجودة.
لان انا عيني عليه. طب لما تبقى عيني عليه ايه؟ يقول لك كده لا يستطيع ان ينزع احد فرحكم منكم. هو ده نعيني على الرب يسوع النهارده. عشان كده نفس كل الشعب يقف معانا. اقف معانا كل الشعب، بلش نتعب شويه مع بعض. اذا كنت واقف معايا النهارده، احنا بنؤمن ان الروح القدس موجود في هذا المكان. نؤمن تماما ان روح الله في المكان. الله موجود، روح القدس موجود، روح القدس موجود. مش لازم يكون احساسك بس جسدي، مش مشاعر، لكن الروح القدس موجود. احنا نؤمن حقيقي الروح القدس موجود في هذا المكان. مش كده احنا بنصلي للروح القدس اللي موجود انك تحط عينك عليه وتطلب انه يلمسك بشفاء. تقول له يا رب انا واثق ان النهاردة يا رب ان انا المسك اشفى، اشفى من كل قيد، اشفى من كل حزن، اشفى من كل نظرة سلبية، اشفى من كل انكسار، اشفى من كل هزيمة. قول له رب كده اشكرك، قول له انا محتاج شفاء. المسه بالايمان. مش كل الناس اللي هتخرج تاخد شفاء، كان في ناس كتير حوالينا الرب، بس واحدة بس من كل الجموع خدت شفاء. عارف ليه؟ عندها ايمان، عندها ايمان. مش كده قال الرب يسوع اللمسه دي كانت مختلفه، شعرت ان قوه قد خرجت مني. خدت عرفت تاخد قوه الرب بالايمان. كده وانت تسمع الترنيمه دي حط احتياجك قدام الرب وبالايمان ارميه. خلاص بالايمان، خلاص بقى من ايدين الرب، ما تخرجش من ايدين، ما تحلش، بس بقى بين ايدين الرب. خلاص بالايمان انت حطيته بين ايدين الرب. كل المطلوب دلوقتي يقول له رب اشفيني، انا عايز انا بقى اشفيني من الذكريات، اشفيني انا مش قادر انسى، اشفيني من الام الجسديه اللي انا بعاني منها، اشفيني من جروحات الاخطاء، اشفيني من حاسس الذكريات اللي جرحتني مش قادر انساها، اشفيني. قول له مخي تعبان، قول له اشفيني من المخ اللي بيفكر طول الوقت ومش قادر ينسى، قول له اشفيني انا مش بعرف انام، اشفيني من الوسط اللي انا عايش فيه ان انا حاسس ان انا يا رب نظرتي تعبانه من الناس اللي حواليا. اشفيني. اطلب ده، خد قوه من الرب، المسه روح القدس في المكان. اشكرك ابونا السماوي انك تملا المكان الان بالروح القدس. روح القدس في هذا المكان، روح القدس في هذا المكان. خد قوه من الرب الارض. صلي لمسه شفاء، صلي بايمان لمسة حياة لكل منطقة موت. تلمسني بإيدك، أنا عندي إيمان. أنت الإله، أنا عندي إيمان. تشفيني الآن، لو هلمس ثوبك ما أنت الحنان. قول تاني، قول بإيمان لمسة حياة. تلمسني بإيدك، أنت الإله، أنا عندي إيمان. تشفيني الآن، لو هلمس ثوبك ما أنت الحنان. اشفيني جايلك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب. بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع، اشفيني
أنا راجع ليك جميلك بذنوب. قول معنا ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب. بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع عش فيني أنا راجع ليك اشفيني من كل ضعف فيا اشفيني من الشهوة ومن الخطية اشفيني محتاج لك يا فدية اشفيني اشفيني اشفيني. يلا كلنا نقول مع بعض صلي يا مرحب اشفيني من كل ضعف فيا امين اشفيني بالشهوة وبالخطية اشفيني 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 اشفيني. يلا اخر مرة اقول له من قلبك اشفيني يا رب اشفيني 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 اشفيني. يلا في اخر دقايق قول له الكلمات اللي كنا بنرنمها دلوقتي ما تقولوش غير اشفيني يا رب. كل واحد عارف ضربه قلبه زي ما بيقول الكتاب. قول له اشفيني من كل ضعف. صلي صلي الكلام اللي كنت بترنمه. اشفيني من الشهوه ومن الخطيه. اشفيني من النجاسه والبعد عنك والضعف. اشفيني من كل جروح جوايا بتخلي في حاجز بيني وبينك. في حاجز في علاقتي معاك. اشفيني من عدم الفرح وبتغذى كل شويه على الحزن والالم والجروح. عايز افرح بيك واستمتع بحضورك في حياتي. متع بعلاقه حقيقيه وحيه معاك. اشفيني. يلا قبل ما نختم قول له الكلمات دي. قول له اشفيني يا رب. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني. انا هكتب ليك علشان انت بتحميني. انا هفرح بيك علشان علشان انت مش هنزل عين مش راح انزل عين من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفك وخيانتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهد تغمرني بمهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفك وخيانتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. هفرح بيك علشان انت بتكفيني. انا هكتب ليك علشان انت بتحميني. هفرح بيك علشان انت بتكفيني. انا هكتب ليك علشان يلا مش مستني يا رب
مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني او مستني كلام او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. اسمك يا عجي شكرا لي عملك في حياتنا راجي نسكت لي رفع براية الصليب يا عجيب يا ابن الله مجدا لي مجدا لاسمك يا عجي شكرا لي عملك في حياتنا راجي نسكت لي رفع براية صانع عجائب وصانع معجزات ولا حاجة تقوى عليك انت رب القوات وحدك صانع عجائب وصانع معجزات ولا حاجة تقوى عليك انت رب القوات تفتح عين للأعمى وتقوم الأموات وتهد البحر بكلمة عجيب مجد اسمك يا عجيب شكرا لي عملك في حياتنا رهيب دوس كل لي رفعين يا عجيب يا ابن الله. يلا قول اسمع معايا احنا بنعلن امين وناقشنا على كفك احنا بنعلن ايماننا يا ربي صالح كل انتي كلنا عليك يتبعنا خير ورحمة عجيب مجد لي مجد لاسمك يا عجيب شكرا لي عملك في حياتنا رهيب تسكن لي رفعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله مستنيين مستنيين حضورك في بلدنا بالإيمان مستنيين حضورك في بلدنا بالإيمان إبلى أراضينا بنورك يا صاحب السلطان خلي حياتنا شهادة الملكوت ابن الإنسان وارسلنا فعلا بكرمة عجيب مجدا لي مجدا لاسمك يا عجيب شكرا لي عملك في حياتنا رهيب عين راية الصليب يا عجيب يلا اسمع منك مستنين مع بعض مستنين حضورك كمان قول يا عجيب يا صاحب كمان مرة كمان مرة مستنين حضورك امين يا رب يا صاحب خلي حياتنا شهادة الملكوت ابن الانسان ورسلنا بعلم كرمة يا عجيب مجدا لي مجدا لاسمك يا عجيب شكرا لي عملك في حياتنا رهيب دوس دوس لي رفعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله. احنا واقفين خلونا نختم بالصلاة الربانية. السماء يا تقاضي
كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجينا من الشر لأن لك الملك والقوة باركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن وروح القدس امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.